السلام عليكم إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب. اللي هذا الدرس غادي نطرقوا فيه لواحد لوتي اللي هو مهم، اللي هو لوتي بانسون. دونك نتوكلوا على الله، نفتحوا فوتوشوب ديالنا. فوالا لوتي بانسون هو اللي كاين عندي هنايا، هذا لا بقينا يعني خلينا واحد الكورسو فوق منه امتيبو، تعطينا لو راكورسي ديالو بي اوتي بانسو، لو راكورسي ديالو هو بي. الوغ متى ناخد هاد لوتي بانسو، كاين عندي هاد الكوليان ديال فوق هنايا، لا كليكيت على هاد لو بيتي تريونغل تعطيني لي فورم لي موجودين في قلب هاد لوتي بانسو. دونك بالنسبة للوتي بانسو كاين هنايا عندي لا طاي ديال لوتي، وهنايا عندي لا ديورتي ديال لوتي. نهضرو أولا على لا طاي. الوغ هنايا لا طاي، لا هبط هاد لو بيتي تريونغل هكذا فيغ لو با تعطيني لا طاي صغيرة بحال هكذا، ولا طلعت فيغ لو لهنايا أو تزيد هنايا لي 416 بوان. دونك نجي لهنايا فوالا، وطلعتو معايا كيفاش عطاه ليا. الوغ هنايا بالنسبة لي خديت لا طاي، دونك فوالا جو كليك يعطيني لا طاي ديالي بحال الشكل هكذا، كونترول زد، ولا صغرت من لا طاي يعطيني لي بحال الشكل هكذا، كونترول زد، ونعاود نفتحو عندي هنايا. الوغ بالنسبة لا طاي يمكن ليا اوسي اوغمونتي لا طاي منين، من الكلافيي افيك هذاك لو سين اللي كاين في الكلافيي ديال بوان ديكسكلاماسيون. دونك هنايا جيت لهنا كليكيت على البوان ديكسكلاماسيون اللي هي نقطة تعجب، فوالا جوغمونت ليبيسور ديال لو موديل ديالي بلا ما نحتاج نمشي نفتح هادي، داكوغ. او بيان لي دو بوان او لا هادوك جوج نقيطات اللي كاينين حدا بوان ديكسكلاماسيون في الكلافي، فوالا تعطيني لا ديمينيسيون ديال ليبيسور، داكوغ. جانيول هادشي. الوغ هاد بالنسبة للطاي، دونك اولا عرفنا بان يمكن لي اوغمونتي لاطاي من لهنا، ثانيا يمكن ليا ولي باش نمشي نفتح هاد لو بيتي طابلو تنكليكي غير افيك لو بوتون دغوا تعطيني لو طابلو ديالي، تنقص من لاطاي ولا نزيد فيها بحال هكذا، ولكن ما نكليكيش دون لسباس دو طرافاي ديالي، نكليكي في لاباغ الفوق هنايا. بلي ما نسد هاديك لا فينيتر عاد نجي ندير لو لا كولوراسيون ديالي بحال هاد الشكل هكذا، داكوغ. لان نقدر نكليكي نقدر نتو شي حاجه، داكوغ. دونك افيك لو بوتون دووا جو بو مانيبيلي هنايا لبيسور، او بيان تيمكن ليا اوسي اوغمونتي لبيسور اون كليكون سور الت اي لو بوتون دووا دو لا سوري. فوالا انا جوغمونت لا طاي، يعني لا كليكيت او غليسيت فيغ لا دووات جوغمونت لا طاي، ولا كليكيت او غليسيت فيغ لا غوش جو ديمينو لا طاي. فوالا هكذا نطلق يدي، فوالا تعطيني فورما كبيره. لا درت الت وكليكيت افيك لو بوتون دووا ديال لا سوري نقص من لا طاي، فوالا تعطيني لا طاي صغيره. دونك حنا دابا شفنا يعني ثلاثه ديال الحالات، 3 كا بوغ ديمينوي لبيسور، سوا نجي من لهنايا، سوا دون لو كلافي بوان ديكسكلاماسيون او بيان دو بوان او بيان افيك لو بوتون دووا بحال هكذا، ou bien alt et je clique sur la souris à droite ou à gauche. Donc ça c'est pour la taille. Si on a droit à la dureté, le rôle de la dureté, mais est-ce qu'on a dit la dureté à 100%? Donc là, on a le truc qui radique qu'on le hawaf is dialo ou le contour dialo il est très net. Même si ça peut la dureté, zéro. وجيت درت ان كليك كليسي بحال هكذا لاحظتيو تعطيني دوك لو كونتور ديالها كوم سي لي فلو، داكوغ، بحال الشكل ديال الكونتور بروغيسيف. دونك هنايا يمكن ليا نشونجي لا طاي حتى هي وندير واحد كليك كليسي افيك لا ديورتي توجو زيرو. الوغ هنايا لا ديورتي حتى هي لا ميم شوز، يمكن ليا نكليكي افيك لو بوتون دووا ونمشي نشونجي لا ديورتي ديالي نخليوها في زيرو. دونك وبغيت نأوغمونتي هنايا لا طاي، الت لو بوتون دووا دو لا سوري جوغمونت لا طاي، ولكن لا بغيت نقص من لا ديورتي ولا نزيد فيها تنمشي فيغ لو با. دونك هنايا تن اوغمونتي لا ديورتي ل 100%
Voilà. Ou là, tu l'as vers le haut. Et je diminue la dureté, le zéro. Voilà. Tu prends le col et donc, il vient là. Donc, Alt, le bouton droit. À droite, j'augmente la taille. À gauche, je diminue la taille. Vers le haut, je diminue la dureté à 0. Vers le bas, j'augmente la dureté vers 100%. Voilà, vers la taille 100%. C'est bon? Alors, donc, je fais là le rôle de l'épaisseur et la dureté. La dureté, elle dit, la clé qui est là, tu as la dureté 0. Elle est là, d'abord, il y a chaque mesure qui est là, comme un compte progressif. Ou elle dit, la clé qui est là, tu as la dureté à 100%, peut-être net, mais je n'aime rien là. L'icône, c'est par exemple pour changer le sens et la taille d'iel, le pinceau d'iel. Par exemple, je vais trouver à l'agda, l'ordre de maïque va la taille. D'accord? Donc, elle dit que le rôle d'iel, c'est que je peux transformer la taille de mon pinceau. Voilà. Alors, on va voir qui fait l'agda. Alors, il y a les formes d'iel qui ont plusieurs formes. Par exemple, il y a les formes qui ont des 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 formes. Alors, je n'ai le problème qui ont des formes qui ont des formes. C'est que la palette de formes, le signe qui ont des il y a la palette de formes. Ou bien panneau forme, tu mets la fenêtre, tu as la palette forme. Il y a le raccourci de la F5. Il y a le tu m'as dit qu'il n'y a pas de l'air. L'art dit que ça n'est pas le 0. Je vais un clic glisser si bien il y a le contour qui est en général. D'accord? Contrôle Alt Z. Alors je diminue la taille. Alt. Voilà, je vais aller là. Et là, je vais augmenter les pas. Yani, on va dire un espacement. Là, on a mis un clic qui glissait. Et on va faire parce que j'ai augmenté les pas. On va faire ok? Et d'avoir le rôle des pas. On va dire 0. 1%. Voilà, on va faire net. Ou les filets pas. Tu as tombé à espacer comme ça. Ou bien, tu as l'espacement. Tu as tombé à espacer par l'escalade. Ok? Donc, ça, c'est les pas. Puis, on a droit là les formes diffuses. Alors, les formes diffuses, par exemple, la machine d'Ardenaya. Un ardo, par exemple, la plante. La fleur, l'Ardenaya. Là, de maïa, je suis allé à la taille de cheval. Voilà, il y a peut-être une souillure. Voilà. La forme, elle est chacune des fleurs diffuses dans le document d'Yel. Mais, à tenir la coloration d'Yel là, en noir et blanc. La brina, par exemple, les formes d'Yel les feuilles, ils sont avec des couleurs, multicouleurs. Je suis allé dire, par exemple, la coloration rouge. Je suis là, on dit la coloration en bleu, par exemple. On dit là, je clique et je glisse. Là, tu m'as bien attaqué les couleurs multiples, mais là, attention, je suis à Natsin, les couleurs. Je suis là, on suis dynamique de la couleur. On clique à la dynamique de la couleur. Là, la variation de la teinte, elle est faible à 13%. Donc, on dit là, on augmente la variation de la teinte tel 85. On a mis un clic et glisser. Voilà, l'artumaya a tenu des multiples couleurs le document d'hier. Ok? Alors, bien sûr, il y a l'artumaya qu'on a dit, qui est lié à ce qui diffuse bzef, mais je tiens bzef. Alors, je vais dire, on a la diffusion, la diffusion sur les axes. L'artumaya fait de l'aperçu d'un dernier test, qui a tenu. Qui va augmenter la diffusion du nom, on met un dernier clic et glisser, tu j'ai mis, que l'homme je moyenne, fait pas l'escalade. Donc il y a une situation que ça. Elle a un simple besoin d'y aller.
Alors, هنايا بالنسبة لهنا وهنا الديناميك ديال لا فورم لا بغيت لا فاريسيون ديال لو دوكيمون ديالي يكون دو بليزيور فاريسيون دو تاي، دونك من يكون هكذا تبان لي شي كبير شي صغير ديال فاريسيون ديال لي تاي و تي شونجي ليا لي تاي ديالهم، كاينين دي فلور صغار دي فلور كبار على حسب لو بوزوان. دونك كونترول الت زد. الوغ بالنسبة لينا هنايا درنا هاد الفلور باغ اكزومبل، عندي هنايا باغ اكزومبل جي بيزوان دان بابيون، الوغ مانساوش بأن كاين في هاد لو بتي ايكون اللي عندي هنايا باراميتراج، لاحتاجيت لي بابيون تنكليك على افي سبيسيو و تندير اجوتي و ملي تنهبط لتحت تلقى لو بابيون و تمشي اوغمونت ليه لا طاي ديالو بحال هكدا و نخلي هاد لي كولور، ندير هنايا لا كولوراسيون في لو فيغ جو فالي وندير ان كليك يجلسي وتعطيهم ليا بحال هاد الشكل هكذا مشتين لي فورم ديالي داكوغ. دونك وهنا لا بغيت ندير لو ريغلاج تنمشي لا باليت فورم وتندير لو ريغلاج ديالي على لا ديناميك دو لا كولور ولا لا ديفيزيون ولا ديناميك دو لا فورم ديالنا. الوغ سي باغ اكزومبل انا جو فو بريباري اون فورم لي دخل عندي هنايا في قلب لو موديل ديالي، هذيك لا فورم نقدر نمشي ناخذها من لي فورم ليبر باغ اكزومبل، نمشي لهنايا اوتي فورم بيرسوناليزي ونمشي نعزل باغ اكزومبل واحد لا فورم من لي فورم اللي عندي هنايا، اون فا بروندغ هادي باغ اكزومبل هادي فوالا نتراسي لا فورم ديالي بحال هاد الشكل هكذا. لا بغيت باغ اكزومبل هاديك لا فورم ديالي تكون اغروندي دو مانيير بروبورسيونيل تنتراسيها و تنزيد شيفت فوالا بحال الشكل هكذا. دونك يفوا عطاتني لا فورم ديالي هي في هاد لو كالك، تمشي لهنايا ايديسيون ديفينيغ اون فورم بري ديفيني وهنا يمكن ليا نعطيها ان نو، دونك غنخليوها فورم نديرو ليها دو اي جو فاليد افيك اوكي فوالا، وهاد لا فورم هي دخلت ليا دون لي فورم ديال البانسو، دونك غنسوبريمي هاد لو كالك ونديرو نوفو كالك ونمشيو لفورم البانسو ونهبط لهنا لتحت ونلقى هاد زدت عندي هنايا هاهي سي فورم دو، غناخدها ونجي لهنايا اي جو كليك افيك هاد لا كولوراسيون في لو نوار يعطيني لو موديل ديالي. سي باغ اكزومبل جو فو شونجي لا كولور تنكليكي على لا كولوراسيون روج اي جو كليك تعطيني لا فورم، ولا درت ان كليك غليسي لاحظوا معايا يعطيهم ليا كلهم فيزيوني مع بعضياتهم، ولا مشيت زدت في لي با في لا باليت فورم بحال هكدا هنايا بالنسبة لي فوالا لي با بحال الشكل هكدا، هي كاين عندي هنايا فورم دو لا بوينت ونقص من لا طاي ديالها فوالا، نشوف انا خرجت نشوف هي جوست لا طاي ديالها كيفاش غتكون، جو كليك هنايا ولا نسد هادي وندير ان كليك غليسي بالموديل ديالي اللي بغيت انايا سي بون. الوغ هنايا درنا لي فورم ديالنا، دونك هادو درناهم لي فورم لي يمكن لي بريباري اون فورم افيك لو تيكست باغ اكزومبل، غنمشي نكتب هنايا اس ماجيسكول دونك سعيد باغ اكزومبل، نجي لهنايا نشونجي ليها لا كولوراسيون ديالها لوتي تيكست ونمشي نشونجي لا كولوراسيون ديالها بلو نوار اي جو فاليد كونترول تي نصغر ليها من لاطاي ديالها بحال هكدا ونمشي نشونجي ليها لا بوليس ندير واحد لا بوليس اللي هي فيفالدي فوالا تعطيها لي بحال هادشي هكدا. الوغ هادي غنخليها سيليكسيوني ونمشيو لهنايا ايديسيون ديفينير اون فورم بري ديفيني فوالا ونجي لهنايا ندير مون نون فوالا اي جو فاليد نسوبريمي هادي ونمشي ندير نوفو كالك ونمشي لهنايا لو بانسو ديالي ومن هبط لتحت نلقى زدت عندي هنايا فوالا، نقدر نجي تال لتحت هنايا ونجي افيك لا كولوراسيون في لو نوار
نصغر لا تاي افيك لي دو بوان اي جو كليك فوالا سي مون كاشي تقريبا يمكن لي نوجدو بهذه الطريقه هكذا وممكن لي نشونجي لا كولوراسيون ديالي بحال هكذا جو فالي جي لهنايا فوالا بحال الشكل هكذا ولا درت ان كليكي غليسي تعطيني بحال الشكل هكذا ولا بغيت اوغمونتي في لي با دونك نمشي لهنايا ونزيد في لي با فوالا دونك وهنايا واخا ندير ان كليك غليسي ماغاديش يتلصقوا ليا مع بعضياتهم سي بون فوالا هذا هو الدرس فيما يخص لو بانسو الوغ نقدر نزيد هنا واحد المساله سي كو انني يمكن ليا هنايا نخدم بلي مود لا بغيت ندير واحد لا فورم الوغ تنزل لو مود اللي بغيت وتعطيني لي في على حسب ديك لو مود وهنايا باش نبيسي لوباسيتي ديال لا فورم ديالي هذه خاصه بالناس اللي تيستعملوا لا تابليت غرافيك هنايا لو فلو سادير لا بغيت لو فلو يكون عندي ضعيف بالنسبه سوبريمي هنا ونمشي ناخد باغ اكزومبل لو بانسو ديالي بواحد لا فورم عاديه هنايا فوالا بحال هكذا ولا هبطت لو فلو ديالي تقريبا 22 من تندير واحد الكليك غليسي تعطيها ليا بشكل ضعيف عندي لي كولور با ديفو اللي هو لو نوار وهنا خدينا لا ديورتي في زيرو نخليوها في او سونتر سيكوند وهنايا لو فلو هو دونك لاحظتيو كيفاش يعطيني امشي لي با نقدهم الوغ هنايا لو فلو ديالي عندي ضعيف ونعاود رجعت داكوغ تيعاود يفونسي ليا لا كولوراسيون ديالي على حسب لو فلو شوازي دونك نخليو هادو 100% وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني دونك كليكيو على ابوني وكليكيو على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي دونك ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في درس قادم ان شاء الله وتبارك الله عليكم.